السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. في الفيديو الأخير الذي نشرته قلت فيه بأن القرضاوي والخميني ومن على شاكلتهم من الشيوخ ورجال الدين ليسوا هم المسؤولين المباشرين عما حصل في منطقتنا من كوارث وزلازل دمرت شعوب وهجرت الملايين، وأيضا جعلت بلداننا في الركب الأخير من الأمم. هذا الرأي تجعل بعض الأصدقاء، وقال أنك بهذه الحالة تبرئ ذمتهم مما سوضح، وقول أنني لا أبرئ ذمتهم، لكنهم قاموا بفعل يخصهم وهم مسؤولين عنا كأفراد، وأيضا كل من تحالف معهم وآمن بهم هؤلاء أيضا هم المسؤولين المباشرين، لكن لا أخلي المسؤولية ما صدر عنهم. هؤلاء ليسوا إلا نتاج طبيعي للمصدر الوحيد الذي يصدر عنه هؤلاء. لو كنا مجتمعات حديثة اقتنعت ولم ترفض العلم الحديث والمناهج العلمية ومبادئ الحرية والمساواة والعدالة لما ظهر هؤلاء، ولما وجدوا أيضا فرصة لأن يكونوا متسيدين للوضع العام لبلداننا وشعوبنا. هذه هي الحقيقة التي نخشى أن نصرح بها، وعليه أوضح أمر بالموازاة. هذا نحن لا نجيد التفكير بطريقة صحيحة بنسبة كبيرة جدا، أما من يجيدون التفكير فهم إما مقموعون أمنيا واجتماعيا ودينيا أو غير واعين لهذه المسألة ومشغولين في قضايا أخرى ولا يرغبون بتوريط أنفسهم بقضايا هم في غنى عنها. الأمر الموازي لهذه الفكرة بأننا نصبح شجعانا في لحظة وأخرى ضد الإمام والشيخ الفلاني ونقول هذا كذا وذلك كذا وهذا هو في رقبته الملايين من الضحايا والإساءات تجاه شعوبنا، والحقيقة الأمر ليس بهذه الصورة. نحن بهذه الطريقة نخلي مسؤولية الدين والمستنقع الديني الذي ولدنا ونشأنا فيه. هذا المستنقع هو المتسيد على كل شيء في حياتنا، وهذا المستنقع هو المسؤول، وعلينا أن نوجه أصابع الاتهام له. هذا هو الذي ينتج لنا ما نراه. على موازاة هذا، عندما يخرج إرهابي ويفجر نفسه هنا أو هناك في هذه الدولة أو تلك، عندما يخرج جماعة ابن لادن والقاعدة ويهاجمون البرج التجارة الأمريكي ويقتلون 3000 شخص، دفعت شعوبنا مقابلها 3 ملايين شخص. هؤلاء لم يخرجوا من بوحد ذاتهم، إنما خرجوا كنتاج طبيعي لثقافة موروثة لم يتدخل أحد ويحاول تنقيتها وتصفيتها ومعرفة الصالح من الطالح منها، أو على الأقل تنحيتها جانبا. لا، الكل يقول إن هذا أنهم نهلوا من هذا النبع العظيم الجميل الذي كله رحمة ومودة، وبالحقيقة هذا النبع لا يمكن أن يصدر منه إلا ما رأينا. هذا هو الإسلام الصحيح الذي ورثناه، والنتائج التي نحن عليها الآن هي فعلا الإسلام الصحيح الذي نقرأه ونسمعه عبر الفضائيات اللي هي بالآلاف، والذي نتعلم عليه ونتزوج ونصلي ونؤدي فرائضنا ونؤمن ونفكر، كله هو هذا الإسلام الذي تعودنا وتربينا ونشأنا في بيئته. وهذا الأمر لا يخص من هو متدين أو غير متدين، إنما الكل هم نتاج هذا الأساس الفكري والثقافي والإنساني والاجتماعي الذي خرجنا منه، وبالتالي لا نستطيع التنصل منه، لكننا نستطيع على الأقل تشخيص مساوئ هذا النظام وهذا الإرث الذي ما زال حاضرا وما زال يعيش في حاضرنا ويمنعنا من أن نتواصل مع المستقبل وأن نخلق أو نصنع أو نسهم في بناء مستقبل مختلف. لا نستطيع، لأنه هذا الماضي ما زال حاضرا معنا، وهذا الماضي يقول أنا الصحيح 100% ولا تعرف أين هذا الصحيح. الكل يخرج ويجعر وينعر ويلطم ويقول أنا ديني الصحيح الوحيد، وهذا صار 1500 سنة بهذه القصة وما راح تخلص. لأن لماذا؟ لأننا لا نلقي التهمة على الأصل والمنبع الذي تصدر منه كل هذه الإشكالات والزلازل كما سميتها، والشيء مخجل بصراحة. وأعتقد أننا نحتاج إلى كثير من الشجاعة
لأن نواجه الحقيقة المرة ونقول هذا هو الدين الذي ورثناه وعلينا أن نحاسبه كتابا كتابا صفحة صفحة ونحدد أين الأخطاء، وإلا نتركه كما هو، نتركه ونذهب نتجه الاتجاه العلمي موجود، الحل البديل موجود موجود، هذا نطبق المنهج العلمي ونحسم الموضوع. من نحتاج علماء نفس، نحتاج علماء تربية موجودين، اختصاصات موجودة يطبق المنهج العلمي وتنتهي القصة كلها. نحتاج أطباء نجيب أطباء، نحتاج علماء بالسياسة والمجتمع نجيب، ما نحتاج رجل دين. ماذا يفعل لنا رجل دين؟ ماذا يقدم لنا؟ ليس لديه شيء، يقدم لنا فقط عزاء نفسي أخروي، وهذا أيضا أصبح ممكن الاستعاضة عنه بطرق عديدة كثيرة. فالرجل الدين لم يبقى أمامه إلا فرصة واحدة وحيدة، وهي نشر التخلف والجهل الذي يجيد عملية توزيعه ونشره وفرض على الجميع، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يجيده. فأنا نحن الذين تقبلنا ما يقوله، لأن لماذا؟ لأنه يمنع أي فرصة لنا من أن نتطلع إلى ثقافة أخرى، إلى نافذة أخرى للمعرفة، شيء مختلف عما تعودنا عليه، بحجة أن هؤلاء كفرة، أن الآخرون هؤلاء علمانيون لا يطبقون شرع الله، ولا وبالحقيقة هي كلها أكاذيب. في أكاذيب شرع الله، أين شرع الله؟ شرع الله هي شريعة وصنعها رجال الدين وقالوا هاي الشريعة. كلمة الشريعة ما موجودة بالإسلام بالدين ولا بالقرآن الكريم، موجودة تلك شرعة ربنا، موضوع مختلف ما لها علاقة بفكرة الشريعة. فكرة الشريعة فكرة يهودية لا أكثر ولا أقل. أمر آخر مهم، هؤلاء ناس رفضوا استخدام العقل، لا يقول لا نستخدم العقل، لا نحتاج العقل في إعادة قراءة النصوص. فكيف بالله نحاول أن نعيد قراءة هذه النصوص؟ كيف نطبق ما يقولونه من إصلاح الإسلام وإصلاح الديني وما إلى ذلك؟ تجديد الدين، تجديد الدين بماذا يعني؟ إذا أنت ترفض استخدام العقل كيف تجدد الدين؟ كيف تصلح الدين؟ هذا دليل على أنهم أناس كذابون. ورأينا القرضاوي نفسه قضى عمره يتحدث عن التجديد والوسطية والتيسير، لكنه بعد سنة 2011 حاول أن يركب الموجة، أخذ دور الخميني ويعود إلى القاهرة لكي يتزعم ذلك الشعب المسكين الذي كاد أن يسقط في هاوية الأحزاب الإسلامية، وهو ساقط فيها حاليا. لكن هنالك بعض الأمل الذي أرجو أن نتلقاه من خلال المصريين، لأنه أنا أعتقد ورأيي الشخصي أن أمل العربي، العرب أجمع الآن يكمن في المصريين، فما زالت لديهم مساحة من الحرية لكي يواجهوا هذا المد الديني، وأيضا لديهم طبقة متعلمة مثقفة واعية بحجم الأزمة وما نحن فيه. أيضا من جانب الغير عربي هنالك طبقة مثقفة رائعة جدا، الشعب الإيراني قالها صريحة بنسبة كبيرة جدا أنه رفض الدين الذي يهيمن على حياته، ورفضوا الحجاب ليس لأنه حجاب، بل رفضوا فكرة وجود دين يهيمن على حياتهم ويتحكم بقراراتهم وخياراتهم الشخصية. وتشاهدهم لحد هذه اللحظة أنه يرى الأمور أمام عينه لا تستقيم، لا يجوز مثلا قطع الأيدي الآن، لم تعد عقوبة مناسبة، لا يجوز مثلا، لا من غير ممكن أن تطلق المرأة في مجرد كلمة تقول أنت طالق، مجرد أشياء أخرى لا تستقيم بالعقل، مجرد يقول مثلا فترة الحمل 4 سنوات ومن هذا القبيل، يأتي يقول لك لا هذه صحيحة. لماذا؟ لأنه منهجه منهج نقلي يطبق ما لديه، لا يستطيع الخروج عن هذا المنهج. فبالتالي احنا نبقى مع هذا، هل هذا راح يصنع لنا مستقبلنا؟ هل هذا راح يغير مصير مجتمعاتنا؟ هل راح يجعلنا نخرج من اتون الماضي وزنزانة الماضي وكهوف الماضي ونتجه للمستقبل؟ هذا مستحيل. السؤال، لماذا الأغلبية تتحاشى تصرع بهذه الحقيقة وهي أن مصدر مشاكلنا بأكمله هو الدين الذي يهيمن على كل حياتنا، يهيمن هيمنة مطلقة، حتى الراقصات الآن يتحدثن باسم الله ومؤمنات. لماذا؟ لأنه الدين ليس مو مجرد أداء عبادات، والدين موجود في كل تفاصيل الحياة، موجود في اللغة اللي تتحدثها، في الطريقة اللي تحيي بها جارك وجارتك، والطريقة اللي تبيع بها وتشتري، موجود في كل تفاصيل الحياة، حتى بالملابس اللي تلبسها، الطريقة اللي تمشي بها بالشارع، هذا هو الدين. فهذا الدين عندما يستغرب يقول لك هذا الدين، هذا ملحد مثلا سني، وهذا ملحد شيعي، وهذا ملحد بروتستانتي. فهي هاي الفكرة. هذا المخطط راح يخلينا نعرف كيف ينتقل الدين من الموروث إلى واقع الحياة،
ويخلينا نعرف كيف تتمها الحركة، كيف يخشى الناس التدخل في الشأن الديني. وأقول مثلما أن الإرهاب هو مصدر الذي نشرته داعش هو مصدره، التعليم الديني من قبل رجال الدين، رجال الدين أنفسهم هم مصدر أساسي من مصادر هذا الدين الأصولي الذي خرجوا منه. وكما تشاهدون حسب هذا المخطط يبدأ الأمر من حوض الدين، وهو حوض موجود موروث لدى الجميع، لهذا يتم نقله عبر رجال الدين بأشكالهم المختلفة، ينتقل إلى دعاة وما إلى ذلك، بعد ذلك يصبح حركات مسلحة تتدخل فيها جميع حكومة الحكومات والقوى الاجتماعية والاقتصادية والدولية والمحلية، كلها تتداخل وتعمل على نشوء حركات مسلحة، تعمل يعني بالتأكيد هي حركات إرهابية مهما كانت التسميات المختلفة لها. فكرة أن الدين مو مسألة إيمان، مسألة عمل وممارسة وحياة داخل وسط اجتماعي، عليك أن تسير بطريقته منذ الطفولة إلى أن تموت. بالتالي الأغلبية المطلقة تتحاشى أن تنتقد الدين وتوجه له الأصابع الاتهام، بل ماذا تفعل؟ توجه أصابع الاتهام لأي شيء آخر، تقول أنه ليس هذا الذي نحن عليه ليس الدين الصحيح، وهذا ما يفعله رجال الدين، يقولون نرجع لذلك الدين الأصلي، وما تعرف ما هو هذا، يعني قضية خرافية لأن عقلهم خرافي والناس اللي يسمعهم أقولهم خرافية مغسولة، فكل كل يصدق الكلام، لكن ماكو شيء. يجي على شخص آخر يقول لك لا الدين ما له مشكلة، ما له علاقة، رجال الدين أساءوا، السياسيين، القوى الكبرى، يرمي الأمور في اتجاهات مختلفة. وهؤلاء مؤمنون، الأغلبية الكبيرة منهم أنا قروة أعترف بأنهم مؤمنون بما يقولون. لماذا؟ لأن ما نحن فيه يسمونه بارادايم، نموذج، أنت موجود ضمن هذا القالب، لا تستطيع أن ترى القالب الديني من الخارج، بل أن موضوع الدين ليس من المواضيع التي يجري التفكير فيها أصلا، هو أمر محسوم لديك، فبالتالي كل شيء يصدر من هذا الفضاء الديني أنت تعتبر شيء أليف بالنسبة لك ولا تشعر بالفرق. يعني هذا بالنسبة لي الآن، الدين بالنسبة لكثير مثل نظارتي، يعني أنا أرى بها العالم، فلا يمكن أن أرفع عندما لا أستطيع رفعها، لأن لا أستطيع رؤية الناس، لا رؤية الأشياء، نفس الحالة لا أستطيع التفكير في أي طريق بأي شكل من الأشكال، هذا الإطار هو اللي يحكمني، فيسمونه بارادايم، هذا البارادايم هو المسيطر على الناس، ويجب أن ننتبه لوجوده، ويجب أن نشعر بوجوده، وأدعو الجميع الانتباه إلى وجود هذا البارادايم وتعقب آثاره في كل ما يخص حياتنا. والسبب الآخر اللي يمنع الكثير من الواعين بوجود هذا البارادايم وهذا هاي السطوة الأصولية أو سطوة الأصول على حياتنا، هو أن هذه المسألة مخيفة جدا. يعني حتى إذا أنا أدركت بأن هاي المسألة أن الدين ليس بالأمر المناسب، فهذا لا يعني أنني سأتخلص منه، لا أستطيع. المسألة العلاقة بشبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وثمن هذا هائل جدا لا يمكن لأي إنسان أن يتحمله إلا ما ندر، أو المغامرين أو الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل مبادئهم وأفكارهم. وبالعكس هؤلاء هم الناس المضحون الحقيقيون، هم المؤمنون الحقيقيون، هم الشجعان الحقيقيون، عكس ما يقال عنهم، هؤلاء هم الذين يضحون من أجل الآخرين، يقدمون أنفسهم قربان لهذه المجتمعات لكي تخرج من كهف الإفلاطوني الذي أشروا فيه وأرغموا على رؤية كل شيء داخله، يرون أشباح الحقائق، أشباح الأشياء كما هم المقيمون في كهف أفلاطون. ممكن تطلعون على موضوع كهف أفلاطون بالإنترنت تعرفون ماذا أعني بالضبط. أخدم وأقول هل يمكن لنا أن نتجاوز هذه المعضلة الخطيرة، أي معضلة صعوبة رؤية البارادايم الذي نحن فيه، أو النموذج الذي نحن فيه، النموذج الديني أو الأساس الديني الذي يخرج أو تنمو وتترعرع كل أشياءنا من ترابه وهواءه وماءه وأفكاره وآياته وأحاديثه ومواعظه، هذا التربة الدينية بأكملها هي التي أنتجتنا، هل يمكن لنا أن نتخلص منها؟ هل يمكن للإنسان أن يتخلص من الغذاء الروح الذي جعله شخصا له قيمة اعتبارية ومعنوية منفصلة ومستقلة؟ سؤال صعب جدا أقول،
لكن الناس بدأت تشعر بوجود خلل كبير في هذا الدين، بدأت تشعر وتكتشف بأن هذا الدين اللطيف الذي يتحدث عنه رجال الدين في الفضائيات وفي المواقع وفي الجوامع والصوامع، هؤلاء جميعا كل ما يتحدثون منه ظهر بأن هذا الدين الصحيح الذي يتحدثون باسمه هو دين لا علاقة له بالماضي. بدأت الناس تكتشف بأن المسألة ليست كما وصفوا، وعرفوا أن الدين الصحيح ليس هذا الذي يهتف به الناس حاليا ويطالبون به، لا، الدين الصحيح هو ذلك نفس الدين الذي قال اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال بالسبي وما ملكت أيمانكم، هذا هو الدين الصحيح، وبالفعل هذا علينا أن نقتنع به، لا نستطيع التهرب من هذه الحقيقة، الدين الصحيح هو هذا. وهذه مشكلة رجال الدين، هي مو مشكلة الناس، أن هذا الناس الآن مجتمع يقول لك أنا هذا الدين أنا ما لا يمكن أن نتقبل هذا الدين. تقول أن هذا نقل خاطئ، لا هذا مو نقل خاطئ، حتى ذاك خاطئ، هذا هو النقل الخاطئ، هو اللي أسس لك الشريعة. صحيح البخاري صحيح، اسمه صحيح، لا تستطيع أن ترفضه ولا تستطيع أن تقول أن هناك نقل خاطئ، القرآن نفسه هو منقول، فبالتالي عليك تواجه الحقيقة، حقيقة المرة. يعني هو مثل واحد يقول له أنت مريض بالسرطان لا سامح الله، ماذا تفعل؟ هل تنكر المرض؟ المرض موجود وراح يصيب إذا أنت رفضت أنه تقول علي وعلى أعدائي، لا، قل أولادك، راح مستقبل أولادك، كيف أولادك، معارفك، ناسك، هاي مسؤولية تاريخية، الإنسان مو الوحدة عايش ضمن جماعة، وإلى مسؤولية على الجماعة، وإلى أيضا إلى يجب أن ينصح الآخرين ويقدم لهم الموعظة، مو الموعظة، ويقدم لهم النموذج الحقيقي الذي يمكن أن يفتخر به أبناءه وأحفاده لاحقا. الآن كم هو عظيم، مثلا أكو أسماء عظيمة ما زلنا نفتخر بوجودها، لا نفتخر بوجود أشخاص قتلوا وسلبوا ونهبوا. الآن لحد الآن يفتخرون بشخص مثلا مثل خالد بن الوليد، هو سفاح، هو شنو خالد بن الوليد، لكن هو ليش؟ لأنه مقدس، لا تمسه. لماذا؟ لأنه محاط بهالة القداسة، وهو محسوب ضمن جماعة، هو محسوب خلاص، ما لك حق ناقشه. وهذه العملية يجب أن نتخلص منها، ويجب أن نعرف أن هذا التاريخ، الأسماء الفلانية هو كذا وكذا، حتى الأسماء المقدسة الكبيرة مثل علي وعمر أيضا نناقشهم، وناس عاديين وأعطيناهم حجم أكبر من حجمهم فقط لكي نشعر بأن لدينا هوية وما إلى ذلك. مسألة الهوية أيضا موضوع آخر يجب أن لا يغش الناس، لا أحد يتحدث عن هوية إسلامية، وهذه كلها أكاذيب، لا توجد شيء اسمه هوية إسلامية. الهوية التي نحن عليها هوية صنعها رجال الدين في المساجد، وضمن الخطة موضوعة تسلفنت الناس وأخونتهم ووضعهم تحت راية الولي الفقيه، وهؤلاء كلهم صنعوا أديان جديدة، القرضاوي صنع دين جديد، وكل قائم على الأصول التي نفسها القديمة، لكنه ممارساتهم، حياتهم، تصرفاتهم، سلوكهم، أولادهم، أملاكهم، كلها لها علاقة بالعصر الحالي. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة. والسؤال المحرج أكرر هو أن علينا أن نواجه الحقائق كما هي، وأن نعرف بأن الدين الصحيح هو هذا الدين الذي بدأت الناس تتحدث عنه ونقلت صحاحه وقرأت حديثه وقرأت غزواته وعرفت كل تفاصيله، هذا هو الدين، بغض النظر عن كان انه جانا هو قديما زيفه العباسيين او الامويين او زيفه الراشدين او التابعين، ما لنا علاقه، هذا هو الذي تم تاسيس الدين الاسلامي عقيده واصولا وفقا، وبالتالي ليس لدينا غيره. ف اتس اب تو يو، يعني فانتوا شوفوا حل. مع السلامه، واسف على الاطاله.